هنا بتيجي أهمية التصدير. كل ما بصدر أكتر أو بالأدق كل ما بصنع أكتر، بوفي جزء من الاحتياج المحلي بتاعي وأبدأ أصدر، يعني ببيع يعني إيرادات، فيخش لي فلوس أكتر، فأقدر أقلل من معدل التضخم وأزود في الفلوس اللي بتخش جيوب الناس، فالناس تبقى مبسوطة أكتر زي ما الناس مبسوطة كده إنه سعر البصل ينزل. خليني أخد معايا على التليفون صديقي العزيز حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات بالاتحاد العام للغرف التجارية. حبيبي منورنا يا أستاذ يوسف، مساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. كل مساء الفل عليك، أخبارك إيه؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام، بس أنا نائب الرئيس، عشان ما يعني أنا نسيت النائب، أنا مش رئيس، أنا نائب الرئيس. لما أنا قلت نائب رئيس الشعبة، نائب رئيس الشعبة. يا ربي يخليك يا أستاذ يوسف، ربنا يمتعك. وبعدين قدها وقدود دايما يعني. يا ربي يخليك يا أستاذ يوسف، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا حبيبي. إن شاء الله إحنا بنأكد على إن إحنا عندنا انخفاض في كل الأصناف الخضار والفاكهة، وإحنا كنا تحدثنا في لقاء سابق. صح. وقلنا إن إحنا عندنا هيحصل انخفاض تدريجي في أسعار الخضار والفاكهة نتيجة زيادة المعروض والمنتجات الزراعية، ونتيجة كمان زيادة إنتاجنا والتوسع في المشاريع الزراعية اللي أنا تحدثنا وكنا يعني جادين في كلامنا، إن يكون بقى عندي زيادة في المشاريع الزراعية وزيادة معروض من خلال هذه المشاريع تنعكس بالإتاحة داخل الأسواق، ثم في ثبات، ثم انخفاض تدريجي. وده اللي حصل قبل رمضان، احنا وعدنا الناس في رمضان الأسعار هتنخفض، وحصل خضار تحديدا الأربع أصناف الاستراتيجية، البطاطس، الطماطم، البصل، الثوم، وكان فيهم انخفاض والمواطن شعر بهذا الكلام. واحنا بنأكد على ان البصل عندنا زيادة في الانتاج في خلال الشهر القادم واللي بعده، هينعكس ده بالإتاحة، ينعكس بانخفاض تدريجي في الأسعار يشعر به المواطن. يعني انعكاسات مثلا انخفاض سعر البصل بيخلق انعكاس على انخفاض كل سلة بقى الخضروات بتاعتي؟ طبعا انا ما عندي اصلا داخلين على مواسم صيفيه يا استاذ يوسف. يعني انا عندي زياده في الانتاجيه اكتر من المعدلات الطبيعيه اللي كانت عليه في السابق. حلو. فبالتالي المعدلات دي بتبقى فيها اتاحه كبيره جدا، الاتاحه دي بتنعكس بزياده المعروض، المواطن بيشعر بانخفاض بشكل مباشر، لان اول عوائد الانتاج الحقيقيه اللي بيشعر بها المواطن هو الانتاج الزراعي. ده بيبقى داخل القريه، ثم المركز، ثم المحافظه، ثم الاسواق، ثم داخل الاسواق التجزئه، وبيشعر بيه بشكل مباشر. الانخفاضات تقريبا نسبها قد ايه؟ يعني اتكلم مثلا في بصل تحديدا، بنقول يعني دلوقتي البصل جمله من 8 جنيه لغايه 11 جنيه 12 جنيه، تجزئه من 13 ل 14 في احياء راقيه ب 15، ينعكس يعني ممكن يوصل لغايه 8 7 6، وعلى اليات العرض والطلب، لان انا ما اقدرش اقول اسعار، لان اللي بيحكم الاسعار اللي هي زياده المعروض من الانتاج والاتاحه بتاعه هذا المعروض داخل الاسواق، ثم بعد كده التداول اليومي اللي بينتج اليات عمليات البيع والشراء، ثم بعد كده الانخفاض التدريجي اللي انا تحدثت عنه. طب والثوم رخص ولا لا؟ لا الثوم، لا الثوم بيودع خلاص، موسمه الطبيعي البلدي بتاعنا خلاص هينتهي نهايه اخر الشهر القادم. واحنا كنا في مداخلات سابقه وانت يعني كنت قلت لي يعني الناس تخزن، قلت لك ايوه الناس تخزن في موسم الحصاد بتاع الثوم، لان بيبقى فيه زياده انتاج ويبقى اسعاره مناسبه لكل مواطن مصري، فبالتالي هو اصلا طبيعه الثوم هو للخزين يعني. أيوة. ده كان زمان للخزين. كان زي ايام زمان البياع في الشارع يقول يا بتاع الخزين يا ثوم. ده حقيقي، واحنا كنا تحدثنا في مداخلات سابقه وقلنا ان الشهور اللي فاتت دي كانت موسم الثوم، الشهر اللي فات واللي قبله قلنا الناس تخزن وتاخد احتياجاتها وازيد من احتياجاتها، والثوم ما عندناش مشكله فيه، ولا البطاطس ولا الطماطم ولا البصل. كمان بنبشر اهالينا ورق العنب اللي كان عليه ضجه، الباميه، الخيار، البتنجانات باصنافها واشكالها، الفلفل باصنافه، كل ده جاي للانخفاض. وكمان بنبشر اهالينا البطيخ والكنتالوب والخوخ والمشمش والبرقوق، كل ده جاي تباعا ورا بعضه. يعني انا عندي زياده في الانتاج وزياده في الاتاحه داخل الاسواق هتنعكس بثبات اسعار ثم انخفاض تدريجي. طب فكرني ابقى اسالك على حاجه في البطيخ كده بعد شويه، بس هبدا الاول بقى يعني او اخر سؤال حقيقي، يعني انا امتى ابقى مش قلقان من مساله اختلافات اسعار المواسم؟ يعني انا افهم انه لما يبقى الحاجه مش الموسم بتاعها تبقى اغلى، بس احنا عندنا الغلو بيبقى حاد، ولما بتنزل في السعر بيبقى برضو نزول حاد، زي بالظبط كده مجنونه يا قوطه. بالظبط. انا مش عاوز كده، انا عاوز يبقى شكل من اشكال المنطق. يعني انا خليني بس ااكد لحضرتك، انت كنت بتستعرض بعض الـ 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 يعني فوائد التصدير. أيوه. وزياده صادراتنا من كل المنتجات والتصنيع. أيوه.
وازاي ان احنا نقدر يبقى في عندنا صادرات كبيره جدا ووفره في العمله الصعبه. احنا قلنا احنا بنصدر لاكثر من 120 دوله صحيح. خضار وفاكهه. رجاء ان احنا ما نصدرش، يعني احنا بنصدر فريش والمنتج بتاعنا بيمتاز باعلى جوده والعالم كله بيطلبه. احنا قلنا التصنيع الزراعي يا استاذ يوسف ده المنتج البديل. شفت حضرتك انت قلت لي فوارق العروات او انتهاء عروه وبدايه عروه زراعيه صح. يبقى في فواصل ويبقى في ارتفاع اسعار ويبقى في انخفاضات بشكل مفاجئ، الفلاح بيتضرر. احنا قلنا نخش بالتصنيع الزراعي طبعا، دي القيمه المضافه 100% للمنتج. احنا نحافظ على المنتج بتاعنا ويبقى عندنا وفره في السوق المحلي، صلصات وعجائن وزيوت ومحفوظات ومعلبات ومجمدات، كل ده بينعكس على السوق بايجابيه يا استاذ يوسف، وبيخلي عندي اتاحه في المنتج الفريش والبديل بتاعه المصنع. يعني انا على سبيل المثال بطاطس نص مقليه، الصلصه، المربى، العصاير، البصل المجمد والمجفف، ايضا بعض المنتجات، التوم نفس الموضوع، بودره. فاحنا يبقى في عندنا تصنيع زراعي، يبقى احنا والدوله عازمه على هذا النهج، وده احنا شغالين عليه مع شركات كتيره جدا، مع طبعا القطاع الخاص بيشتغل مع شركات مع الدوله في هذا الامر. ولكن احنا عايزين المنتج نفسه يبقى داخل عنده في القريه المصنع عشان يبقى جنب الزراعات. يعني البلد دي بتمتاز بالمانجا، البلد دي بتمتاز بالبصل، المحافظه دي بتمتاز بمنتج معين، البطاطس. يبقى احنا نعمل القيمه المضافه دي جنب اهالينا وجنب الساده المزارعين اللي هم دول اللي يهمونا دلوقتي يا استاذ يوسف. ده المنتج لازم احافظ عليه ولازم يبقى عندي زياده. يعني انا اتمنى ان المنتج يبقى زي مثلا المانيا، يبقى غني، لان لازم يبقى المنتج ده هو اللي بينتج، ولازم يبقى العوائد الانتاج الحقيقيه ترجع للمواطن ويشعر بها الفلاح اللي هو طبعا بيش او بيتعب. واحنا ده رقم واحد، ده العمود الفقري يا استاذ يوسف للشعب المصري، ده اللي احنا لازم نحافظ عليه. اخر حاجه بقى كنت بسالك على حكايه البطيخ دي، هو البطيخ اللي موجود في السوق ده ايه؟ اصل ده مش موسم. لا ده احنا لسه بشاير بتاع اسوان، وبعد كده يجي البحيره، وبعد كده كفر الشيخ، وهنشتغل بفضل الله. يعني كل الناس اللي اهالينا التجار البطيخ هو ده بدايته. طبعا محافظه اسوان هي اول بشاير، وطبعا ده بيبقى مالي الاسواق وطعمه جميل، والناس ما تقلقش. كل سنه بيبقى فيه بعض الشائعات، البطيخ مسرطن، الخوخ مش عارف في ايه، كل الكلام ده غير صحيح. حاجة الزراعه بيقوم بمهام كبيره جدا وما عندناش اي اذى. حلو جدا، انا بشكرك جدا 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 السيد المحترم صديقي حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بالاتحاد العام للغرف التجارية. طيب